المنزل الفدان. لا انت مش دافع وسط حاجه. شركه الاكس؟ لا ما انت مش معاه مجهوميه. 158,000 للفدان و500 158 600 160,000 للفدان و100 الاكس 160 و500 للفدان. لا مش دافع وسط حضرتك. باسم مين؟ باسم الشيخ؟ ماشي معاه يا شيخ. 161,000 للفدان و500 162,000 للفدان و100 162 و100 اهو يا باشا اهو ابيضاني وجميل في تاني صف. 162 و200 و500 162 و600 162 و700 فضلا. ثانية واحدة. مئة اتنين وستين سبعمية عند أليكس. مية تلاتة وستين ألف ومية. اصبر يا فندم انا لما احس ان انا محتاج ارفع قيمة التأمين انا هرفع. مية تلاتة وستين ومية اهو يا فندم. ومتين عندك. 164,000 جنيه. 165,000 جنيه. و100 165 و100 165 و100 مش وقت ان احنا نحكي في الموضوع ده حاجه. 165 و200 166,000 و100 166 و200 اقعد يا عمدر اقعد يا عمدر. 166 و200 167,000 جنيه و100 168,000 و100 169,000 و100 170,000. نعم يا فندم. و100 167 و200 170 و200 و300 175,000 و100 مبروك عليك. ماضي لسه ما باركتش يا فندم. 175 و100 في ثالث صف ابو عميس كروان. 175,000 و100 في ثالث صف ابو عميس كروان واحد. 175,000 و100 ثالث صف ابو عميس كروان اثنين. 175,000 و100 ثالث صف ابو عميس كروان واحد اثنين. 175 و200 175 300 175 300 ابو قميص كروهات وحي. 175 300 ابو قميص كروهات اثنين. و175 الف للفدان و300 ابو قميص كروهات. 175 400 احنا مع كل جنيه لحق الشعب. مع كل جنيه. 175 400 نهدى بقى نهدى نهدى نهدى. 175 400 في اليمين ابو قميص ابيض واحد. 175 400 للفدان ابو قميص ابيض اثنين. 175 500 نهدى يا حضرات نهدى. 175 500 هنا. 175 500 قدامي معايا واحد. انا ما بدورش على نفسي ماليش صالح. انا حكم عدل ما بينكم. 175 500
ابو قميص كروات بثالث صف اتنين دوانها بنبيع مستحقات حق الشعب معاك لاخر جنيه 175 500 ابو قميص كروات واحد 175 500 للفتان ابو قميص كروات اتنين 175 500 ابو قميص كروات في ثالث صف واحد اتنين ثلاثة اتفضل 175 500 قام الحته خالص بهدوء بهدوء يا فندم الفلوس اللي قدامي دي ارجعها ولا تشتغل في الاراضي الثانيه عشان ما يفضلش رايحين جايين ايه ده بس يا فندم ايه ده فلوسه عندي حاضر يا فندم حاضر يا حاج بهدوء باسم مين يا فندم؟ صابر عبد العزيز اهو الاستاذ محمد عبد الهادي محمد عبد الهادي دي له بهدوء محمد خليك معانا محمد عايز تخليها؟ اه خليها ماشي لا عايز يخليها خليها هتخليها؟ هتكمل خليها باسم مين يا فندم؟ دي فلوسك؟ اللي هيكمل يخليها اه باسم مين؟ احمد في احمد ابو زيد احمد ابو زيد محمد هتخليها لا خليها خليها طب خليها يا فندم اه هتخليها ولا تاخدها؟ اسم مين؟ احمد ايه؟ محمد عادل محمد عادل سعيد لا مش ده محمد عادل سعيد اتفضل يا فندم نعم فندم اديله خريطة وادي النطرون هي يا فندم احنا السادات هي قطعة واحدة احنا بعناها اتفضل تعالى نعم فندم وادي ايه؟ وادي النطرون عايز خريطة؟ حاضر حاضر عايز صحراوي؟ احنا كل الناس دخلناها احنا كل الناس دخلناها الامن بعد اذنك الامن بعد اذنك ابراهيم بعد اذنك يا فندم بعد اذنك زميلنا احنا عايزين نعرف نقعد عايزين نعرف نشتغل انا ما طلعتكش برضه انا بقول لحضرتك اقعد انت لا حصلش يا فندم ما تقوليش كلام ما قلتوش يا فندم انت حضرتك ما تقفش عندي اقعد ارتاح يا فندم اتفضل ارتاح يا فندم احنا ما منعناش حد وكل الناس دخلت ما منعناش حد وكل الناس دخلت واللي ما دفعش تأمين خدنا حق منه هنا تأمين اقعد ارتاح حاضر يا فندم وزيتك حضور اسمك ايه يا فندم اسمك ايه يا فندم حاضر احمدي احمد مع احمد الباع حاضر يا فندم حاضر يا فندم اتفضل يا فندم ارتاح خلاص انا ثبت حضورك يا فندم حاضر يا فندم اتفضل ارتاح يا فندم اتفضل يا فندم. هم بقوا ايش؟ ها؟
راس محمد حسين عمل حاجه اللي هو خد بعض دلوقتي. اه فلوسه ايه؟ لا الفراسه بتاعته فين؟ طلع له في راسه بقى محمد سعيد كام جنيه؟ واللي ما قدرش ان هو يدفع التأمين في الخزنة تحت احنا فتحنا نقبل تأمين نقدي هنا قدام الناس كلها عشان خاطر ندي فرصة لكل الناس تشتغل. محمد سعيد اهو محمد سعيد اهو محمد سعيد اللي خد العقد. اه يا فندم اللي انت ما كتبتوش اللي في الاخر هو ده اللي خدته. اه عامل عليه مربع. عملت كام البيعه دي؟ عملت كام؟ حاضر لما يجي التدعه الثانيه هدفعك. حاضر خلاص خلصت. بعد نعم انا فاكر البعد بكام؟ شغالين فيها لسه بس بنات كام؟ عايز ايه يا فندم؟ ابو غالب ليك شيك ولا ايه؟ اتفضل. ما انا رفعت التامين اهو من غير التمتور رفعته اهو. هرفع تاني. حاضر حاضر خلاص. احنا عارفين نرفع امتى ونعمل ايه؟ احنا عارفين يا بنت نرفع امتى ونشتغل. حاضر يا فندم. اقعد لما يجي ساعتها. ايه؟ حاضر يا فندم. قال يمشي واسمه ابراهيم محمد ابراهيم. ده اللي هو ايه؟ هيشتغل معانا شيكات مقبول الدوله. طب لما يجي القطعه الثانيه الدهاني ماشي. حتى القطعة التانية هاخدها منك. حاضر حاضر يا فندم. ايه؟ نادع في الخزنة دي. هاخده منك يا فندم، هاخده منك. الزملاء زمايلنا اللي راحوا سلهان يتفضلوا مشكورين. يقعدوا الناس، يقعدوا الناس. يعني مش كل الناس بتسألنا على كل حاجة. صبر يا فندم والنبي عشان انتوا اساسا عطلتوا الناس انها تخش والناس دخلت عايز تعمل مشاكل تحت يا فندم في الخزنه. الخزنه ما معطله الناس اكتر من ساعتين. الناس دخلت سايره علينا يا فندم. امال الناس دخلت سايره علينا ليه؟ فاحنا حلل الموضوع يا فندم على دماغي من فوق. هو اللي انا دلوقتي الراجل اللي نسي عليه انا خدت منه تامين اكتر من التامين اللي عندك جديه وهطلعه له وصل تامين ب 100,000. تمام يا فندم. انا رفعت زياده التامين عشان واحد ما يرميليش وصل. طب ممكن تسيبها لي؟ لا انا بدي الواحد لنفسي. يا حضرات اتفضلوا ارتاحوا. يا ريت تساعدونا احنا جايين هنا لخدمتكم. والاراضي دي زي ما قلت لكم احنا بنبيع لمصلحه الشعب ولحق الشعب. فيا ريت حضراتكم تساعدونا ان احنا نتم ده اول مزاد. ساعدونا للنجاح واحنا مصممين ان احنا ننجح ان شاء الله وهننجح. وبرغم ان في ناس مش عايزانا ننجح هننجح. نهدى يا فندم لان دلوقتي في قنوات فضائيه من بره بتصور. ومصر دوله متحضره ودوله عظيمه بناسها واحنا بنساعد كل الناس على الشغل. اقعد يا فندم لما تيجي ارض اللي انت عايزها اشتغلها. اقعد ارتاح يا فندم. يا فندم ارتاح. اشكرك. تمام 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 تمام.
مش واقع مالينا يا فندم. الاراضي يا فندم في قرار، في قرار طلع والاراضي موجوده دلوقتي ملكيه هيئه التعمير وبنبيعها لحق الشعب وداخلة للناس، والكلام ده اللي حضرتك بتقول عليه ده قديم، انت بتقول من ايام الدكتور يوسف والي، ومعنى ايام الدكتور يوسف والي انت فاهم المقصود بيها ايه. احنا بنتكلم دلوقتي في النهارده وبكره، بنتكلم في مستقبل مصر اللي جاي، ان احنا بنصلح القديم والقديم بنصلحه من النهارده، ساعدنا ان احنا نساعده. اقعد ارتاح يا فندم، انا سمعتك ورديت عليك. ممكن اقول حاجه؟ ممكن اقول حاجه واحده؟ انا سمعتك زي بما فيه كفايه، هقول لك كلمه واحده بس. صح يا مصر. اقعد يا فندم ارتاح. واي حد هيحاول يجيبنا لورا مش هيجيبنا لورا، احنا ماشيين لقدام وشايفين طريقنا والنفق الضلمه منور وهنمشي في طريقنا لقدام غصب عن اي حد. هجيب لك ميه عينيا، ده هديه من مصر. اقعد افتحها يا فندم عشان نبتدي بقى الارض. هتشوفنا يا فندم الزملاء بتوع الامن، الناس قعدت، ممكن توسعوني بقى السكه عشان الناس تشوفني. انا عايز الناس تشوفني عشان برضه اشوفهم. ازيك يا حاج سيد، عامل ايه، اخبارك ايه؟ منورنا والله، اهلا وسهلا بيك. انا قابلت ضغطك على البيت. اقعد ارتاح يا عبيران. هنبيع مصر اسكندريه الصحراوي. عايز ايه يا فندم؟ الثانيه؟ حاضر. هنبيع الارض، الاربع قطع اراضي اللي موجودين في وادي النطرون تمثل المساحة الطبيعية مسطحة واحد من شركة مزارع التوفيقية التي تقع في الجهة القبلية للطريق المرسوم وادي النطرون العالمين عند الكيلو 25 من طريق مصر اسكندرية، والموقع بعمق حوالي 4 كيلو من مدخل الشركة. حدود الموقع الحد البحري طريق ترابي يليه أرض شركة مزارع التوفيقية، الحد الشرقي أرض المسطحات المائية، الحد القبلي أرض ولاية هيئة التعمير، الحد الغربي طريق مرصوف يليه مزرعة كلية الزراعة جامعة القاهرة. الاستغلال أرض بور، التربة رملية زلطية، الصرف صرف طبيعي، الري مقررة الري ارتوازياً. تبعد عن الطريق المرصوف بالعالمين وادي النطرون بمساحة حوالي 4 كيلو. يبعد عن وادي النطرون بمساحة 55 كيلو. والنبارية بمساحة 45 كيلو. في جنبك حوالي 100 فدان مبنية فيلل. والأرض ملك اسم الشركة أرض فوزي السيد. وهنبيع يا حضرات الأراضي، هم أربع قطع أراضي زي ما موجود عند حضرتك على الشاشة. دي قطعة اللي فوق اللي بالأحمر، اللي بالأصفر القطعة 2، اللي بالأخضر القطعة رقم 3، والقطعة اللي تحت القطعة رقم 4. هنبيع القطعة اللي فوق أولاً اللي هي القطعة رقم 1. والبيع هيكون بالفدان. انت رقم واحد 100 فدان. مساحة القطعة رقم واحد اللي موجودة فوق قدام حضرتك، اقعد ارتاح. ماشي يا فندم. ماشي يا فندم. مشكور يا فندم. هات يا فندم. نشكر حضرتك يا فندم. اتفضل يا سيدي. ازمه تاخد واحده لو سمحت. الارض دي مش اللي هو شوف يا استاذ عصام. تمام يا فندم. اقعد ارتاح يا فندم. استلمنا منه اللجنه، مش لجنه فحص اوراق، احنا استلمنا من حضرتك الورق الاعتراض بتاع حضرتك وهنعرضه على السلطه المختصه والبنت كيف.
ما اختلفناش في اي شيء يا فندم مع حضرتك. ارتاح يا فندم، ارتاح ارتاح يا فندم، حقك لازم نضمنهولك، احنا مش جايين عشان ندور على حق حد. اتفضل يا فندم. القطعه ال 100 فدان الاولانيين يا حضرات، القطعه رقم واحد والبيع بالفدان. زمايلي الامن والمباحث استاذ طارق والزملاء، وسع السكه كده شوف الناس. العطا كام للفدان يا حضرات؟ العطا كام للفدان؟ نعم ماشي يا فندم، مش وحش ال 20. في عطا للفدان يا حضرات؟ حاضر يا فندم، ماشي ماشي. 20,000 للفدان، حاضر. كم؟ 20,100 للفدان، 21,000 للفدان، 22,000 للفدان، 25,000 للفدان، 26,000 للفدان، شايفك. 32,000 للفدان، 34,000 للفدان، فينك يا فندم؟ 35,000 للفدان، 37,000، 40,000 للفدان، 42,000 للفدان، 42,000 للفدان، حاضر، و100، 42,100 للفدان، 43,000 للفدان، 43,100 للفدان، 45 للفدان، 45 للفدان، 46 للفدان، 47 للفدان، 48 للفدان، 50,000 جنيه للفدان. حاضر، لو جه اوانها، انا ما جاش اوانها، انا ما جاش عداله لسه. 50,000 للفدان، و 50,000 للفدان، في زيادة؟ نعم يا فندم، 50,500 للفدان، 51,000 للفدان، 55 للفدان، شايفك، 56 للفدان، و 100، حقك، احنا مش جايين نظلم، حق الشعب. طبعا العطا عطاك، لكن الفلوس فلوس الشعب، وهتخش في حق الشعب. 56 و100، 56 ونص، 60 اهو، 60,000 جنيه، بسمعك كويس، و100، 62,000 جنيه، انا ما بكذبش يا حاج سيد، 62,000 جنيه، ده انت مربيني وعارف، 62,000 و62,000 و100، شفت انا مش ناسيك ازاي يا استاذ؟ 62,500 للفدان، 63 للفدان، 63 للفدان، و500 للفدان، 64 للفدان، و500 للفدان، 65 للفدان، طب يا خلي الفكه في الاخر، 65 في الفدان، 65 ونص الفدان، 66,000 الفدان ونص، 67,000 الفدان ونص، قلت لك بقى خلي المئات في الاخر، 67 ونص، اه طب 70,000 مقفوله، و500 جريئه جريئه، 70 ونص للفدان، و70 500 للفدان عند المدام بأوانة، 70 ونص، 72 للفدان ونص، 73 للفدان ونص، 74 للفدان ونص، 74,500 للفدان، 74,000، 75,000 للفدان، أنا معاكي، معاكي للآخر، فكري على أقل من مهدي، أنا ما ورايش حاجة، 75,000 جنيه للفدان، وأبو 100 سكت، 75 للفدان، و500 76 للفدان، ابو قميص اخضر اللي واقف في اول صف، كلام واضح،
76,000 جنيه للفدان و500 وهم 100 فدان 76,500 77,000 للفدان بصي لي انا يا استاذ و500 و100 حقك حقك احنا بنجيب حق الشقه صحيح بس من غير ما نظلم حد 77,100 للفدان 77,100 للفدان ونص رجعت ورا ليه 77,500 للفدان حد مش حد ليه 77,600 78,000 جنيه للفدان 78,000 جنيه للفدان تأمينك باسم مين يا فندم؟ مين؟ موجود عندي؟ ماشي يا فندم عند إبراهيم شديد 78,000 جنيه للفدان شديد أهي يا باشا أهي يا فندم 78,000 جنيه للفدان عند شديد واحد أبو مية ساكت عشان ما تقولش إن أنا نسيتك حقك تاخده للآخر 78,000 جنيه للفدان اتنين وقت عليك كده الزملاء في الأمن مش هشوف الأستاذة 78,000 أبو قميص أخضر في أول صف للقطعة الأولى اللي 100 فدان واحد اتنين وخمسين وخمسين لا يا فندم بقى أنا مع آخر جنيه موجود في الصالة 78,050 للفدان فينك اللي بيقول التأمين باسمك 78,100 78,000 جنيه 80,000 جنيه مقفولة شديد قدام في أول صف 80,000 جنيه للفدان لو جه عدلها هنقول له مبروك كلنا هنا احنا لسه ما باركناش ايه ده يا عم الحاج ايه ده عليا ده حق الشعب 80,000 جنيه للفدان واحد 80,000 جنيه للفدان اتنين و 80,000 و 80,000 و 80,000 واحد اتنين في زيادة في زيادة ثلاثة مبروك عليك 80,000 جنيه للفدان قال لي فلوس شديد هنا ايه مين ده اسمه ايه حتى ابراهيم شديد استاذ محمد عبد الغني تعالى بس خليه 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 ازاي الدنيا شغال حد عايز يشوف حضراتكم اللي قاعدين الارض دي جابت 24 نعم على العبره بكشف تحديد المساحه مكتوب في الشروط حصل على الاكثر حصل على ايه؟ حصل على الاكثر على 34 ابراهيم ما عملتش محاضرة ترسية هو عايز يقول حاجة حلوة عليك
طب انا عايز اسمع الرد من الناس كلها بكلمة تحيا مصر، اسمع كلمة تحيا مصر. الحتة الارض اللي بعد اللي بعديها في نفس المكان، في نفس المكان القطعة الثانية اللي بالارض، اقعد يا فندم اقعد يا فندم، القطعة الثانية اللي بالارض، القطعة الثانية اللي بالارشر بالحدود اللي انت شفتها وعينتها 100 فدان ومساحتها 100 فدان. اللي ما خدش اللي فاتت هياخد دي. العطه كام للفدان يا حضرات؟ من الاخر حضرة. زي ما انت بقى. احنا بقينا بكام اللي فاتت؟ 80,000. العطه كام للفدان ال 100 فدان الثانيه؟ العطه كام للفدان؟ بالاخر عطى 80,000 جنيه. العطى كام للفدان ال 100 فدان الثانيه؟ كام يا فندم؟ في عطى يا حضرات؟ في عطى؟ نعم يا فندم. احنا وصلنا للثانيه ال 80 دي اللي جنبها لازقه فيها، مش هنبتدي من تحت ونطلع لفوق. ماشي يا فندم خلاص سمعتك. ماشي يا فندم خلاص خلصتوا كلام؟ خلصتوا كلام؟ ابتدي بكام؟ ابتدي بكام؟ انت معاه مستند مش هزعل. انا مش هزعل حد. انا مش هزعل حد وهشتغل معاكم زي ما انتوا عايزين. انت عندك كام يا فندم؟ 20,000 حد نبتدي من تحت. 22,000. 25,000. 26,000. 28,000. 30,000. 35,000. 37,000. 37,000. 38,000. 38,000. 39,000. 40,000. لسه بدري يا حاج جاي. 45,000. 46,000. 50,000 جنيه الفدان. 51 الفدان. 51 الفدان. 55 الفدان. 55 الفدان. 55,000 الفدان. 56 الفدان. اسمع بقى اهي. 56 الفدان. مش هبني في الهوا انا. حاضر يا فندم. ما انا عندي سعر يا فندم ما اقدرش ابيع اقل منه. 56 الفدان. 56,000 للفدان و 56,000 للفدان 57,000. 60,000 الفدان. لا انت ولا هو. 60,000 الفدان. 61 الفدان. بيخبزني مش هتاجر. 61 الفدان وواحد وستين الف جنيه للفدان قدامي ونص. سيبه براحته يا فندم. 61.5. هذا حاجة سيء. 61.5 المدار. واحد واحد 61.5 المدار. 62,000. لو هي ما تساويش مش هيشتغل. ده بيتفقوا مع بعضيهم علينا. صرتي ان هم يتفقوا على مصر. 62,000 للفدان. 63,000 الفدان. 64,000 الفدان. 65,000 الفدان. 66,000 الفدان. و 66,000 الفدان. و 66,000 الفدان. 67 الفدان. انا بقى قبل مني
وهتدي 500 المصري و67 يبقى 68 للفدان، 68 للفدان، 69 للفدان، 70,000 للفدان، 71 الفدان، 72 الفدان، 73 الفدان، 73,000 للفدان، 75 انت تاجر وفاهي، 75,000 للفدان. انا ما برجعش. 75,000 الفدان، واحد، 75,000 الفدان، اثنين، و75,000 الفدان. اوعى تعلمنا عشان نشوف المدام كويس، عشان يبقى اشوف بتلبس دماغها كويس. 75,000 جنيه للفدان، واحد، بعيد لك من اول وجديد عشان تفكري. 75,000 للفدان، اثنين، و75,000 يا مدام، واحد، اثنين. اقول مبروك، ثلاثة مبروك عليك، 75,000 جنيه للفدان، شركة إلكس بيت بلس يا جماعة.